بيكم، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. والنهارده جايبه لكم فيديو جديد عن طريقه تزيين اقلام للاولاد. كنت نفذت قبل كده معاكم فكره تزيين اقلام للبنات، هكتب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. النهارده هنزين اقلام للاولاد عشان خاطر ما يزعلوش. هنفذوا معاكم الفيديو النهارده بالشكل دوت، وانا كنت نفذته كده مع نفسي بالشكل دوت. لو عجبكم الشكل ده اكتبوا لي في التعليقات، وهنفذوا معاكم فيديو بعد كده ان شاء الله. كل اللي نحتاجه عشان خاطر نزين القلم ده، هنحتاج طبعا الاساسي القلم اللي هنزينه، وفوم جليتر. انا اخترت اللون اللبني والاحمر، انتوا وفقوا الالوان على حسب ما انتوا حابين شكل اللبس بتاع الولد هيكون ازاي. وهنحتاج اللي هو الفوم اللي هو البيج السادة، وهنحتاج الفوم اللي هو الجليتر البني. دول هيبقوا اساسيين، دول للشعر، وده اللي هو الايد والوش بتاع الولد. وهنحتاج مسدس شمع ومقص وقلم للتحديد. اول حاجه هنعملها هنبدا نجيب ورقه بيضاء عشان خاطر ارسم لكم عليها اللي هو الباترون بتاع اللي هو الولد دوا. هنجيب القلم كده، هنبدا نرسم اللي هو السلوبيتا بتاعه الولد، هنرسمها بالشكل ده. طريقه رسمها سهله جدا، اللي هيعرف يرسمها يرسمها على ورق الفوم على طول، واللي مش هيعرف يرسمها يعمل لها الباترون. بس انا النهارده هرسمها معاكم كده عشان خاطر اللي تعرفوا رسمتها ازاي. بعد كده نرسم اللي هو الوش، وهنرسم اللي هو الشعر، والبطاقيه. هسيب لكم الباترون بتاعهم على الجروب والصفحه بتاعه الفيسبوك، وهسيب لكم الرابط بتاعهم في صندوق الوصف. مقاس اللي هو السلوبيت ده هيبقى العرض بتاعه حوالي 3 سنتي، والطول حوالي 5 سنتي. احنا عايزينه بحجم صغير عشان ما يغطيش القلب. بعد كده هنبدا نقصهم بالمقص. بعد ما قصنا الباترون هنبدا نجيب اللي هو ورقه الفوم اللي هي الجليتر، وهنبدا نتنيها كده نصين. انا اخترت هنا الفوم اللي بتلزق، ممكن تختاروا اللي هو الفوم العادي وتبداوا تلزقوه بمسدس الشمع، بس انا فضلت اللي هو الفوم اللي بتلزق مع الشكل دوت. بعد كده هنبدا نجيب السلوبيتا وهنبدا نحطها كده هنا، وهنبدا نرسمها بالقلم. هنسيب الجزء ده من السلوبيتا، مش هنحدده عشان ده مش هيتقص. وهنبدا نرسم كده، بقت بالشكل ده. بعد كده هنبدا نقصها بالطريقه دي كده. وهنسيب الجزء ده مش هنقصه، هنبدا نقص كده على طول. بعد كده هنبدا نقص اللي هي رجل البنطلون من تحت كده. بقت معايا السلوبيتا بالشكل ده كده. بعد كده هنبدا نعمل اللي هو التيشيرت اللي تحت السلوبيتا. هنبدا نجيب الفوم الاحمر وهنبدا نحطه كده هنا على الفوم الاحمر كده. بعد كده هنجيب القلم وهنبدا نرسم شكل تيشيرت كده، كمامة اهي. الناحية التانية وهنرسم اللي هي السبعة دي بتاعت التيشيرت، بقى بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نقصه.
بقى بالشكل ده كده. بعد كده فرغت الطاقية بالفوم الأحمر والشعر بالفوم البني والوش بالفوم البيج. بعد كده هنبدأ نرسم اللي هي الشوزة دي على الفوم الأحمر. هنجيب القلم هنبدأ نرسمها كده. هنرسم منها اتنين. طريقة رسمها سهلة جدا. بعد كده هنبدأ نقصها طلعوا بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نرسم اللي هي الإيد. طريقتها سهلة جدا. ونرسم واحدة كمان. هنرسم اتنين بالشكل ده كده. كنت وريتكم برضو طريقتها في اللي هي طريقة العروسة دي قبل كده. بعد كده هنبدأ نقصها بالمقص. هوريكم واحدة بتقص ازاي بالشكل ده كده. عملوها بحجم صغير هتلعب بالشكل ده كده. وهنقص التانية بنفس الطريقة. بعد كده هنبدأ نجيب اللي هو الوش. بعد كده هنبدأ نلزق عليه اللي هو الشعر كده. بعد كده هنبدأ نلزق الطاقية بالشكل ده كده. بعد كده هنبدأ نرسم الملامح بتاعته بالقلم اللي هو الجاف. يا رب تكون باينه معاكم. بالشكل ده كده. بعد كده هنبدا نجيب القلم وهنبدا نغلف الجزء ده باللي هو الفوم البيج ده اللي هيدينا شكل الرقبة. وهنبدأ نثبته كده. وأي زيادة هنقصها. بعد كده هنبدأ نفك اللي هو الورقة اللي هو من على الفوم الجليتر كده بالشكل ده. هنبدأ نثبت عليها اللي هي التيشيرت. بالشكل ده كده. نحاول نظبط ايدينا. بقى بالشكل ده. بعد كده هنبدأ ندخله جوه القلم. وهنبدأ نثبت كده الأجزاء مع بعض. نبدأ نثبت الشوزة هنا كده بمسدس الشمع. نقفل عليها. التانية برضو بقت بالشكل ده كده. بعد كده هنبدأ نثبت الوش. حاجة هنعملها هنبدأ نثبت اللي هي الدراعات في الجزء ده من جوه. بالشكل ده كده. وبالفوم الأحمر عملت دايرتين صغيرين عشان يدينا شكل اللي هي الزراير بتاعة السولابيتا. يا رب تكون فكرتي النهاردة لتزيين القلم الأولادي عجبتكم. واستنوني الفيديو الجاي فكرة مختلفة إن شاء الله هتعجبكم. فكرة جديدة خالص. ولو أول مرة تتابعوني على القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان خاطر يوصلكم إشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي أنا بنزلها على القناة. وأشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله.